فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الإنسان صائما وشرب أو أكل ناسيا وأنا أراه، فهل أذكره أنه صائم أم أحسن أتركه؟ أحسن أنك تذكره، أحسن أنك تذكره ولا تتركه على الخطأ. نعم. ويقول حفظك الله، بعض الناس يقول إنه لا يجوز تذكيره لأن الله قد أطعمه، فهل لهذا القول وجه؟ إنه لا يجوز، نعم، يعني ترى أخاك على خطأ ولا يجوز تنبهه، ما هو صحيح. لا، الله عذره في وقت أنه ما درى، أما إذا درى أو ذكر فلا يجوز له أن يستمر.